26 مليونا و40 ألفا، أرقام أممية مزلزلة في سوريا وتركيا. عراقي موال لإيران يغضب السوريين بكلام عن نسائهم، وصوت غامض قادم من الفضاء يحير العلماء. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث، أهلا بكم. نحو 30 ثانية دام الزلزال في سوريا وتركيا، لكنه في كل ثانية قتل أكثر من 1000 شخص. ومع قرب انتهاء أعمال الإنقاذ في أكثر من مدينة منكوبة في سوريا وتركيا وبقاء جثث تحت الأنقاض، رجح مسؤول أممي كبير أن يتجاوز عدد القتلى في البلدين 40 ألفا. وسط تلك المأساة ارتفعت التحذيرات الأممية من إمكانية انتشار بعض الأوبئة، لا سيما الكوليرا، مع بلوغ المتضررين من الزلزال المدمر نحو 26 مليونا، أكثر من نصفهم في تركيا. هزات ارتدادية أم زلازل؟ لم يكد ينتهي الزلزال الأول الذي ضرب تركيا وامتد لسوريا، لم يكد ينتهي حتى جاء آخر. خبيران فرنسيان رجحا أن تكون تركيا على موعد خلال السنوات المقبلة مع عدد كبير من الزلازل، وبالتالي المنطقة المحيطة. الزلزال الثاني الذي شهدته منطقة وسط تركيا بعد نحو 9 ساعات من الأول هو دليل على أن الزلزال قد تتعاقب هذه الزلازل، طبعا وفقا للخبيرين اللذين رفضا وصفه بالهزة الارتدادية. صمت الضحايا في سوريا والثكالة كسرته كلمات قيادي في الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران. فقد أثارت كلمات عبد العزيز المحمداوي الملقب بأبو فدك أو الخال أثارت غضب الكثيرين خلال زيارته لحلب، إذ قال إن أي واحدة فاتها القطار تمشي عندنا. ولم يوضح أبو فدك معنى كلامه الذي فهم أنه عن السوريات، لكن المدافعين عنه يرون أنه قصد شيئاً آخر تماماً وليس النساء. مع اقتراب شهر رمضان يبدو أن الأوضاع في فلسطين إلى مزيد من العنف. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل تخطط لتصعيد حملتها ضد منفذي الهجمات في القدس الشرقية والضفة الغربية. وخلال مؤتمر لدعم القدس في القاهرة اعتبر جامعة الدول العربية أن السعي إلى تقسيم الأقصى لن يقود إلا إلى إذكاء الاضطرابات والعنف بلا نهاية. أثار جسم فضائي رصده فريق أسترالي من علماء الفلك دهشة العلماء. فالجسم الذي يدور على بعد 4000 سنة ضوئية منا يرسل إشارات صوتية راديوية متكررة إلى الأرض كل 18 دقيقة. لوهلة اعتقد العلماء الذين تفاجأوا بما حصل أنهم ربما التقطوا رسالة من حضارة فضائية بعيدة، إذ أن الجسم يطلق دفعة عملاقة من الطاقة 3 مرات في الساعة. لكن العلماء يرجحون أن يكون الجسم هذا نجماً نيوترونياً مع مجال مغناطيسي فائق القوى.